نورنا. طب تعالى نعرف الناس مبدئيا وجهه النظر اللي هو انت بتتكلم عليها عشان يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. يعني احنا كنا بنتكلم عن اداء الاهلي امبارح وفي المباراه اللي قبله ان في تخوف شويه ان الاداء ما كانش بالشكل اللي الناس مستنياه. انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه ان احنا ادينا الاداء المطلوب ان احنا نأديه في الماتشين دول. اولا حققنا النتيجه، ثانيا اقتصدنا في المجهود. استاذ حسن المستكاوي زمان كده كان ساق مصطلح اللي هو الاداء التجاري. الاداء التجاري ده الحقيقه احنا كنا نسيناه من ايام يمكن مانويل جوزيه، وبعدين في الماتشين الاخرانيين بدانا نشوفه. لان الحقيقه الاداء التجاري مش معناه انه اداء سيء، لكن اداء مشروط بحاجات معينه، اللي هو على قد اللقاء، على قد اللقاء بالظبط. تحسم، تحاول انك تحسم النتيجه بتاعتك في المباراه بدري، فتقدر ان انت تريح لعيبتك في قلب الملعب، تعمل تغييراتك اللي انت عايزها، اللعيبه ما تبذلش مجهود كبير، خصوصا مع توالي وضغط المباريات وارهاق السفر اللي احنا بنتعرض له في المرحله دي، خصوصا بعد كاس العالم للانديه. فالاهلي في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله قدر ان هو زي ما نقول يقتل المباراه في اول 20 دقيقه، وده حاجه ممتازه جدا. سجل هدف والتاني وتقدر تحافظ على النتيجه اطول وقت ممكن. في الماتش الاولاني اضفنا هدف ثالث في نهايه المباراه. امبارح شويه الموضوع ده اتغير، ما قدرناش نحافظ على الكلين شيت واستقبلنا هدف في الاخر، وده له اسباب تتعلق باللعيبه اكتر من الجهاز الفني. لان زي ما بنقول ان الاداء التجاري ده ليه شروط، انت بتقتل نتيجه المباراه لكن مطلوب ان انت تحافظ عليها، فما ينفعش تكسل طبعا. فالهدف اللي احنا استقبلناه امبارح كان في شيء من الكسل من بعض اللعيبه في اداء واجباتهم الدفاعيه، فاستقبلنا هدف. انما اجمالا احنا عملنا لقاءات جيده من حيث المطلوب منها، المطلوب منها ان احنا نحقق نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت ما نفرطش في نقاط وما نستهلكش اللعيبه كمان مجهود كبير، لان احنا عندنا طبعا معركه افريقيه مهمه قادمه يعني. فكانت نتيجه جيده واداء انا بشوفه مناسب، يعني مش هنقدر نقول اداء جيد لكن اداء مناسب جدا للمرحله اللي احنا فيها يعني. طيب